زين يا جماعة، زي ما تشوفوا في العنوان، من؟ السلام عليكم. عليكم السلام. خير؟ لا بس يعني اسمع، اذا في اكل يعني بقى وهذا اجيبه. اوكي، انا بديت اصور عشان اجيب لك اكل. ثاني شيء، لحظة، انت لهالدرجة واثق فين ان انا اعرف اطبخ؟ بس يعني جوعان. انت طول عمرك جوعان يا اخوي اصلا. زين، اوكي بجيب لك يا اخي. انت والله يا شيخ. حبيب الله يسأل، الله يسأل. برا، يلا برا. لا طلع زي كذا. برا. ايه يلا حبيب. نبدأ المقطع. اكلات تقدر تسويها في 5 دقائق بس، الجزء الثاني يا جماعة. اوكي، شفنا الجزء الاول فيه مشاهدات وهذا يعني كنا نقزرها شوي. لا بس جد يا جماعة، يعطيكم الف عافية، دعمكم على هذه السلسلة رهيب. ما ادري ليش بصراحة، والله انا مو فاهم، لا انا اللي اطبخ صح ولا اللي انا اعرف ولا اللي انصحكم مثلا بطبخات ولا شيء صح، بس يعني الحمد لله. يعني شوفوا يا جماعة، اليوم متفائل شوي يعني في ذرة تفاؤل انه ممكن اتطور، ممكن ما اجيب العيد، يعني ممكن، يعني نقول ان شاء الله. نبدأ؟ يلا بسم الله. الطبخة الأولى يا جماعة عندنا زي ما تشوفون، جاب ليز أوكي أو تشيبس، حط فيها دجاج وجبن. أوكي، طبعا هو حاط أكثر من خلطة على أكثر من نوع تشيبس. أيوة يا سلام، حلو. وبعدين حط فوقها بيض يا جماعة، هذا أنا مو مصدقها والله، حس كيس يا جماعة، إيش دعوة. أوكي، غلا حط في القدر ماي. أوكي، شوفوا كيف. سلامات، كيف تصير يا جماعة؟ لا في شيء والله في شيء. فالأمانة يا جماعة، أول ما شفته جاني فضول مو طبيعي، يعني نجرب. يلا يا ساتر يا الزحمة يا جماعة، يا ساتر. أوكي، لا يا جماعة، يا والله يا جماعة أنا مو قاعد أتحمد والله. أنا وش سويت؟ انزل. هو وش سوى؟ أوكي، جاب الشيبس وكسره. بعد يبغى له شيء. مثل الجهال والله، مثل الجهال. أوكي، المفروض يا جماعة زي ما تشوفون إنه تكسر بشكل جيد. أوكي، حط فيه الدجاج المقلي. 5 6 7 قطع. ليش؟ والله ما أدري. انزين، حطينا الجبن داخل وبعدين نحط ال عشتنا والله العظيم عشتنا. المهم نكسر البيض. يا جماعة كيف يكسروها بيد واحدة؟ حلو، طاح أم القشر داخل هذا. وش استفدت الحين من فلسفتك هذه؟ حلوين حلو. المفروض هذا خلص يا جماعة. اوكي، وحاب اشكر الوالدة يا جماعة انها قاعدة تعطيني فرص ان ممكن اتحسن في الطبخ، تعطينا اغراضها وهذا، وشكرا امي يعني. بخور 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 حبيبي، والله حبيبي حبيبي حبيبي. يا اخي كون جاد لو مرة واحدة بس مرة. نجيب يا جماعة الليز حقنا ونحط البيض اللي سويناه، البيض المخلوط. اوكي، والله ما ادري وش بيصير بس يلا بسم الله. اوكي، بس يا جماعة احس اهبل، هذا مهبل اهبل يا جماعة، هذا بدا يطلع اصوات. هاي نهدى. اوكي، وش صار؟ ما صار شيء. او ماي جاد يا جماعة، والله في جزء منه ضبط. لا 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 لا، شوفوا يا جماعة في جزء منه ضبط. لا انا مصدوم يا جماعة، واو، ابدا ما توقعت. اتوقع كان يحتاج بيض اكثر. يا رب يكون طعم لذيذ يعني ان شاء الله.
لحظة ما استوعبت. لحظة اصبر. يعني بصراحة يا جماعة ما أقول إنه سيء يعني، بس يعني بصراحة مو لذيذ يعني. أوكي نعطيها 6.5. حلوة يعني. يعني الدجاج هذا لحاله أحلى. والله أحلى. أوكي الأكلة الثانية اللي عندنا اليوم يا جماعة بنستخدم الإندومي زي ما تشوفون، حطها على النار عادي طبيعي، طبخها نشفها من الماي، بعدين نحط فيها زيت ما ادري وش، خلطات غريبة عجيبة عنده ويخلطهم. لكن شوفوا هنا الشيء المميز يا جماعة اللي مرة شدني، يعني حطها في ساندويتش، حطها في صمول. يابا احنا نسميها صمول. المهم ما عليكم من التأليف هذا، لازم يتفلسفوا يعني. ليش يا اخي ليش؟ بس الأمانة شدتني يا جماعة، ليش احنا ما فكرنا نحط اندومي مع ساندويتش؟ ما ادري يمكن في ناس فكروا فيها بس يعني، ويمكن تطلع الفكره بيض لهذا ما حد يجربها، بس ما ادري جاني فضول اعرف. جيب المكونات. اوكي يا جماعه وجبنا المكونات كلها، بما اني انا يا جماعه من عشاق الاندومي. يا جماعه الاندومي رهيب خصوصا هذا يا جماعه. اندومي المفروض اعلان بس يلا بمشيها لكم. شعريه مقليه يا جماعه. الحين يا جماعه اللي بنسوي اندومي عادي، بما اني خبره اندومي افضل واحد يسوي اندومي في الحياه. اوكي تمام. والله حياه العزابيه مشكله يا جماعه. ما حد ايش دخل هذا ايش دخل. لا جد لا هذا حاله يعني سوي مقطع في اليوتيوب عشان اندومي. يلا اوكي المفروض يا جماعة الخير استوى. هلا ابوي. زين يا جماعة رحت جبت لي بيز ولا فيفا. والله اخر مرة خلاص لا تحط دسلايك تكفى. والله ما قدرت يعني بخاطري يا اخي. حلو. هلو أوبوي. أوكي زي كذا تمام. يلا اللعب بعد واحد ثاني. عجبني الموضوع أصلا. والله جاهل قال لكم اللعب يا ريبة. خلاص إنزين المفروض خلطته بما فيه الكفاية يعني ساندويتش رول إنزين ونحط داخل. يا جماعة والله أحس الوضع غريب شوي. نقول 3-2-1 وناكل. بسم الله. لا 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 يا جماعة ليه؟ والله ما تترقع، والله ما تترقع. رجع. الشرح علي إلا أنا مصدق والله الشرح علي. ثلاثة لأن التعب اللي سويته والله مو عشان والله. ثلاثة يا جماعة لو هذه ما ضبطت أنا بزعل والله بزعل لأن ما فيها شيء. هذه مرة سهلة المفروض. إنزين يا جماعة حطينا بيضتين سكر وزبدة دارك شوكليت قهوة كاكاو هذا حلا يا جماعة طبعا طحين نخلطهم كلهم ويا بعض. ما في شيء هذا ما في شيء ما في فلسفة بس خذ وحطه في جهاز الوافل هذا ما أدري البانكيك وبس. شفتوا كيف البساطة؟ إذا تبغى تحط فوقه عاد آيس كريم ما أدري وش هذا التزيين عاد بكيفك. والله لو ما هذا أنا بكنسل أم المقطع والله خلاص. نجيب المقادير يلا. انزين يا جماعة كل المقادير عندنا المفروض بمشي معاه خطوة بخطوة. والله لا عرق والله اخذت بيضتين بنحط بيضتين ايوه اوكي حلو هذه الاولى وهذه الثانية. ناخذ شوي زبدة وندوبها. اوكي يا جماعة ودوبنا الزبدة زي ما تشوفون. ايش رايكم بالحركات؟ الله لا الله يسلم. حط الزبدة وبعدين دارك شوكليت. طبعا يا جماعة معروف ايش تسوي. شوف اي شيء تفتحه ممكن قابل للاكل لازم تاكل منه واحدة على الاقل.
جماعه رهيب والله رهيب. زين اوكي حطينا يا جماعه شوكليت في الكاس. نسوي نفس الحركه عجبتكم ولا ما نقزرها؟ نقزرها اوكي. يا جماعه انكسر الزجاج. شوفوا يا جماعة الزجاجة انكسرت. اي والله مو راضي يترقع المقطع. الحمد لله الحمد لله لك الحال. جيب جيب جيب. اوه لا بس يا جماعة رهيبة. شوفوا يا والله شهي. اوكي انزل نحط البتاع. ايوه بس 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 اوكي الحين المفروض نحط في جهاز الوافل. ابوي اموت انا على الشف حبيبي. لا احد يكلمني لا احد يكلمني. الحين ماشيين صح يا جماعه الحين ماشيين صح. يا رب تطلع لذيذه يا رب. والله انا ما اشوف الا دخل. وش صار جمال؟ لا ينفجر علي هذا. اي حتى انتو تبخرتوا. اي كابتن كاميرا. جمال شكلها تضبط شكلها بتضبط يا رب. اوكي يا جماعة نقول بسم الله. المفروض استوت. هلا ابوي جماعة الشكل رهيب. ما ادري اذا يبين لكم او لا بس الشكل واو. لا 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 لا, لا. انا فخور بنفسي. خلاص انتهى النقاش. يا جماعه واو واو رهيب. لعبه لعبه بعض فوق ايس كريم. لا بيكون اسطوري يا جماعه. ما بيكون رهيب بيكون اسطوري. هلا ابوي والله يخس الفيديو اللي يسوي زي. يا جماعة طبخ سهل يا جماعة. ايش ابغى شب ولا كلمة. والله يا جماعة رهيب يا جماعة رهيب يا الله رهيب. 10 من 10 والله العظيم 10 من 10 اسطوري يا جماعة. هذا مو لازم تسووه هذا الحين. انا بجيكم بيتكم بسوي لكم. والله مو طبيعي رهيب والله رهيب. ولازم تاخذ معاه ايس كريم. اوكي اي ايس كريم فانيلا يعني. هذا وش هذا كورنيش؟ لا تاخذ دعايه ما يصير كات هذا. اوكي يا جماعه وبعد الحلى الرهيب مره اللي سويناه احس نحتاج شوي يعني نشرب حاجه صح. اكلنا واجد فخلنا نشرب شيء على الاقل. فزي ما تشوفوا يا جماعه مكعبات قهوه تحطهم تحط فوقهم حليب صار عندك قهوه باردة. ايوه بصراحة يعني انا ما ادري اذا هو لذيذ. انا ما احب القهوة واجد اساسا بس الطريقة مرة سهلة. اوكي يا جماعة المقادير بسيطة سهلة ما فيها اي صعوبة. في البداية المفروض نحط القهوة في القوالب الثلج ونحطها في الفريزر لمدة ساعة بس عشان يعني تعرفوا ادم حركاته هذا. ايوه شفتوا كيف يا جماعة الموضوع بسيط يا جماعة. هذا اللي يسووا الفيديوهات والله هذا اللي يسووه. حسسك ان الموضوع بسيط ما في شيء يا اخي عادي انت قاعد سنه تحاول فيه. زين المهم واضح القور. فالمهم اللي بنسويه يا جماعه ان بناخذ الحليب نحطه في الكاسه. ايوه اللعب. زين وبنضيف عليه سكر او يعني بنضيف عليه ادمي. يا اخي ظريف. لا امزح والله. نضيف عليه سكر محترم يعني. اوه ماشي فناخذ الصحن ناخذ الكاس الاصلي ونحط فيه قطع الثلج اللي ما هي ثلج اتوقع. زين اوكي عجب. اوكي حبيب ادم. اوكي هو مو متجمد مره بس خلاص ماشي يا اخوي. ونضيف عليه الحليب واللعب. اوكي انا ما احب القهوه بس لونه وشكله واجد جميل. يا رب يكون الطعم بعد يعني جيد. نقول بسم الله.
واو لا 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 واو والله صدمني. اوكي انا ما احب القهوة لكن طعمه مرة جيد مرة جيد بالنسبة لتحضير في 5 دقائق وحرفيا كان في 5 دقائق يعني ما عدا ننسى موضوع الثلج. بس بصراحة اذا بتجهز لك قطع مكعبات قهوة جمدة او مثلجة يعني وبس تحط لك حليب وسكر وتخلط بيكون شيء اسطوري والله يا جماعة مرة رهيب. هذا 8.5 بالراحة بالراحة 8.5. ووو اوكي احس نجحنا في اخر طبخة مو طبخة هي اخر يعني طبق او يعني وش تسموه هذا اكله مو اكله شرب خلاص هذا خلاص باي يا جماعة باي